أنا خلصت تصوير مسلسل للوجه الآخر، وبعد كده برنامجي 6 أشهر، وبعديه فيلم رعب اللي هو روح، وحاليا بقرأ مسلسل. بس أنا تعبانة منهكة، يعني أنا عايزة أقعد شهر أكل ونام وأحط كمامة. اللي بقرأ دلوقتي صعيدي، بعيد عن كل ده، كاركتر صعيدي، أدوار السحر واللي هي فيها حاجات ماجيك غريبة ليها قوتها وحلاوتها، وبتدي للممثل مساحة يقدر يلعب بالطريقة اللي هو عايزها. لما تلعبي شخصية مودرن عصرية زي اللي عملتها في الوجه الآخر، إن لم تأتي لحظة حاسمة وقوية ما بتقدريش تبرزي عضلاتك كممثلة. البرنامج بقى اللي هيبقى اسمه ايه؟ برنامجي حلوة يا دنيا استمر بنجاح عظيم، والحمد لله انه وقف دلوقتي عشان نحضر نفسينا لموسم تاني، وحيبقى رائع ان شاء الله، وحيبقى مبني ايضا على كونسبت كل حاجة حلوة، على الايجابيات بعيدا عن الاذية وعن كورونا وعن الاخبار الوحشة.